بشتغل في الجزارة بقالي حوالي 2 ونص. أنا اسمي أسماء، 21 سنة، طالبة بكلية تجارة عين شمس. الموضوع بدأ معايا صدفة، كنت في البداية بشتغل، يعني كنت لسه رايحة أشتغل كاشير في مكان كان جزارة، فبدأت إن أنا أتعلم واحدة واحدة. دخلت بعد كده الحسابات، بعد كده بدأت أقف جنب الجزارين وأتعلم، لحد ما يعني صاحب المكان شجعني وخلاني أقطع بإيدي وهو اللي كان بيعلمني وبيقف جنبي وكده. في الأول كانت الريحة بتضايقني، مثلا ريحة اللحم دايما، بس اتعودت عليها وما بقتش عارفة أشتغل في مجال غير الجزارة أصلا. وكمان كان بيشجعني كتير، وكان يعني بيديني تحفيز وحوافز كتير ان انا حبيت المجال بسبب يعني الشخص ده. هو انا فضولية قوي، فانا حبيت ان انا اتعلم. يعني انا اتحطيت في هناك كاشير، كنت ممكن افضل كاشير عادي، كنت ممكن اشتغل كاشير في اي مكان تاني، بس انا حبيت المجال وحاسه ان هو فيه برضو فن اكتر. يعني مش مجرد جزار بلدي، لا احنا بنعمل حاجات كتير تانية، مش مجرد ان احنا بنقطع بس كده وخلاص زي الجزار البلدي العادي، لا بنوضب وبنخلي قطعه اللحم حمرا خالص لو عايزينها فيها، يعني بندخل قطعات غربيه جوه الجزاره الشرقيه بتاعتنا. يعني في مصر في حاجات، يعني كل يوم بنتعلم حاجه جديده فيها تجديد وفيها ابتكار فيها مهارات. لا ما دبحتش قبل كده بصراحه، بس لو اتحطيت في الموقف ده هتعلمها اكيد. ايوه انا بعرف افصل، بفصل اللحم وباخدها حسب العميل عاوزها ايه، بوضبها له، عاوزها احمر خالص بنعملها احمر خالص، عاوز فيها نسبه دسم بسيط بنخلي فيها نسبه دسم. بنبدا ان احنا نقطعها، لازم طبعا الاسترتش كويس، اطباق معينه للحمه. يعني احنا بنشتغل بالمسطره زي ما بيقولوا، يعني جزاره بالمسطره. طبعا في البدايه كانوا مستغربين وليه وبلاش وانت بتشتغلي مع جزارين، الموضوع مش سهل. هو فعلا ما كانش سهل في البدايه، بس طبعا اقنعتهم وواحده واحده يعني اقتنعوا ولقوا ان انا بعرف اتعامل. انا كنت مديره فرع كامل، فكنت بعرف ان انا اتعامل وسيطر، وشخصيتي كانت قويه مش ضعيفه. يعني الموضوع بقى بعد كده عادي، شجعوني بصراحه، شجعوني طبعا وافقوا جدا، شجعوني. انا كان في معايا بنتين صحابي كانوا برضو بيتعلموا معايا عند المكان اللي كنت فيه، كان اسمه تامر طنطاوي في شيراتون، كنا 3 بنات يعني بيتعلموا زيي، وفي بنات برضو في المجال، مش انا لوحدي، لا خالص عادي. وانا خدتها تحدي شويه، كانت بالنسبه لي تحدي وحبيت اعملها، وبالعكس بقيت كويسه فيها قوي. لا ان شاء الله هلاقي واحد نفتح انا وهو محل جزاره. لا مش شرط جزار، عادي ممكن يكون زي كده حسابات او حاجه ونفتح محل ان شاء الله. بحب اقول لهم ان انا بقيت احسن، واللي انا كنت عايزاه فعلا وصلت له، وكل يوم في تقدم، كل يوم بمعلومه جديده. لا ان شاء الله افتح مكان خاص بيا وهمسكه بقى جزاره وحساباته كله.